من جهته عاد عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي قرار رئاسة الجمهورية بشأن مراجعة القضاء للتحقق من قانونية جلسة انتخاب المحافظ خطر جدا، كونه وضع كتلتين متنافستين وجها لوجه. المطلبي قال أن الكتاب الذي وزع علينا موقع من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ولا نعلم إذا كان يعبر عن رأي رئاسة الجمهورية أو المكتب، متمنيا من الأولى إعادة النظر واستشارة قانونيين غير تابعين لكتل سياسية.